ثالثاً، المرأة الباردة جنسياً الفردية تكاد تكون هذه اللعبة لعبة زوجية في جميع الحالات، إذن لا يمكن تصور أن يتيح الاتصال غير الرسمي الفرص والامتيازات المطلوبة على مدى فترة زمنية كافية، فالزوج يتقرب منها وهي تصده بعد محاولات متكررة تقول له إن جميع الرجال وحوش وإنه لا يحبها حقا أو لا يحبها لنفسها وإن كل ما يهتم به هو الجنس، يتوقف لفترة ثم يحاول مرة أخرى ليجد نفس النتيجة في النهاية، يستسلم ولا يحقق أي تقدم، ومع مرور الأسابيع والأشهر تصبح الزوجة غير رسمية بشكل متزايد، فتمشي نصف عارية في غرفة النوم أو تنسى منشفتها النظيفة عندما تستحم، فيضطر هو أن يحضرها لها. إذا كانت تلعب اللعبة الصعبة أو تشرب بكثافة فقد تتقبل الغزل من الرجال الآخرين في الحفلات، وهو يرد مطولا على تلك الاستفزازات ويحاول مرة أخرى ويتم صده، وتنطوي لعبة الاضطراب على سلوكهم في الآونة الأخيرة وعلى الأزواج الآخرين وأقاربهم ومواردهم المالية وفشلهم، وينتهي الأمر بصفع الباب. هذه المرة يقرر الزوج أنه سيتخطى ذلك وأنه سيجد أسلوب حياة بلا جنس، وتمر الشهور وهو يقاوم استعراض ملابس النوم ومناورة المناشف المنسية، وتصبح الزوجة غير رسمية أكثر وتنسى أكثر، لكنه لا يزال يقاوم. وفي إحدى الأمسيات اقتربت منه وقبلته، في البداية لم يستجب متذكرا قراره، ولكن سرعان ما بدأت الطبيعة تأخذ مجراها بعد الجوع الطويل، والآن هو يعتقد بالتأكيد أنه فعلها عندما لم يتم صده. تقدم وأصبح أكثر جرأة، وعند النقطة الحرجة تتراجع الزوجة وتبكي: انظر ماذا قلت لك، كل الرجال وحوش، كل ما أردته هو المودة، ولكن كل ما تهتمون به هو الجنس. وفي هذه المرحلة قد تتخطى لعبة الاضطراب المراحل الأولية لسلوكهم الحديث وسلوكهما في القانون، ويذهب مباشرة إلى المشكلات المادية، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من اعتراضاته فإن خوف الزوج من العلاقة الحميمية لا يقل عن خوف زوجته، وقد اختار زوجته بعناية للحد من خطر إرهاق قوته المضطربة، ومن ثم يمكن إلقاء اللوم عليها. في صورتها اليومية تلعب السيدات غير المتزوجات هذه اللعبة من مختلف الأعمار، مما يكسبهن لقبا عاميا شائعا غالبا ما تندمج مع لعبة السخط أو لعبة الإغراء بالتحرش. عكس الفردية، هذه اللعبة خطيرة وعكس فرضيتها لها نفس الخطورة. أخذ عشيقة هي مقامرة، في مواجهة هذه المنافسة المحفزة قد تتخلى الزوجة عن لعبتها وتحاول بدء حياة زوجية طبيعية، ربما بعد فوات الأوان. من ناحية أخرى قد تستخدم العلاقة غالبا بمساعدة محام كذخيرة ضد الزوج في لعبة: الآن حصلت عليك يا أحمق. النتيجة لا يمكن التنبؤ بها إذا خضع الزوج للعلاج النفسي، بينما هي لا، قد تنهار لعبة الزوجة مع نمو قوة الزوج، مما يؤدي إلى تكيف أكثر صحة. ولكن إذا كانت لاعبة صعبة فإن تحسن الزوج قد يؤدي إلى الطلاق. إن الحل الأفضل إذا كان متاحاً يتلخص في دخول الطرفين في مجموعة زوجية لتحليل المعاملات، حيث يمكن كشف المزايا الكامنة في اللعبة وعرض الأساسيات في علم الأمراض الجنسية. مع هذا الإعداد قد يصبح كلا الزوجين مهتمين بالحصول على العلاج النفسي الفردي المكثف، وهذا قد يؤدي إلى إعادة الزواج النفسي. وإذا لم يحدث ذلك فإن كل طرف من الأطراف على الأقل يقوم بتعديل الوضع تعديلاً أكثر عقلانية، الشيء الذي ما كان اللي يحدث لولا ذلك. عكس الفردية اللائق للشكل اليومي هو العثور على رفيق اجتماعي آخر، بعد عكس الفرديات الأكثر دهاء أو وحشية فاسدة بل وإجرامية، الأقارب. أما اللعبة المقابلة هي لعبة الرجل البارد، فهي أقل شيوعاً ولكنها تأخذ نفس المسار العام مع بعض الاختلافات في التفاصيل. النتيجة النهائية تعتمد على السيناريو الذي وضعه الأطراف المعنية لأنفسهم. النقطة الحاسمة في لعبة المرأة الباردة هي المرحلة النهائية للعبة الاضطراب، وبمجرد أن ينتهي هذا الأمر فإن العلاقة الحميمية غير واردة، لأن كل طرف يستمد رضا منحرفا من لعبة الاضطراب وليس لديهما الحاجة إلى المزيد من الإثارة من بعضهما بعضا. لذا فإن العنصر الأكثر أهمية في مكافحة المرأة الباردة هو رفض لعبة الاضطراب، وهذا يترك الزوج في حالة من عدم الرضا التي قد تكون حادة، ومن ثم تصبح أكثر خطورة. استخدام الاضطراب يميز المرأة الباردة عن اضربني يا أبي، إذ إن الاضطراب جزء من المداعبة في اضربني يا أبي، ولكنها تحل محل الفعل الجنسي نفسه في المرأة الباردة. بمجرد أن يحدث الاضطراب تنتهي الحلقة.
مثال طفولي للعبة المرأة الباردة التي لعب من قبل الفتاة الصغيرة المتعفنة التي وصفها ديغنز في رواية الآمال العظيمة، حيث خرجت بفستانها المتسخ بالنشا وسألت الولد الصغير أن يصنع لها كعكة من الطين، ثم هزأت من يديه وملابسه القذرة وأخبرته كم هي نظيفة. التحليل: الفرضية: أمسكت بك الآن. الهدف: الإثبات. الأدوار: زوجة لائقة وزوج متهور. الديناميكية: الحدس. أمثلة: أولاً، شكراً لك على فطيرة الطين أيها الولد القذر. ثانياً، الزوجة المثيرة الباردة. النموذج الاجتماعي: الأب للطفل. الأب: أمنحك الإذن أن تصنع لي فطيرة الطين، قبلني. الطفل: أحب ذلك. الأب: انظر إلى ما أنت عليه الآن. النموذج النفسي: الطفل للأب. الطفل: حاول أن تغريني. الأب: سأحاول إذا أوقفتني. الطفل: انظر أنت من بدأ ذلك. الحركات: أولاً، الإغواء الرد. ثانياً، الرفض الاستقالة. ثالثاً، الاستفزاز الاستجابة. رابعاً، الرفض الاضطراب. المزايا: أولاً، الميزة النفسية الداخلية، التحرر من الشعور بالذنب بسبب الأوهام السادية. ثانياً، الميزة النفسية الخارجية، تجنب الخوف من العرض والاختراق. ثالثاً، الميزة الاجتماعية الداخلية، الاضطراب. رابعاً، الميزة النفسية الخارجية، ماذا نفعل بالأولاد الصغار القذرين الأزواج. خامساً، بيولوجياً، اللعب الجنسي الممنوع والتبادل العدائي العنيف. سادساً، وجودياً، أنا نقي. رابعاً، مرهق. الفردية: هذه اللعبة تلعبها ربة المنزل المرهقة، ويتطلب وضعها أن تتقن 10 أو 12 مهنة مختلفة، أو خلاف ذلك، أنها تقوم برشاقة ب10 أو 12 دوراً مختلفاً. من وقت لآخر، قوائم شبه مفبركة لهذه الوظائف والأدوار تظهر في يوم الأحد: عشيقة، أم، ممرضة إلى آخره. وبما أن هذه الأدوار عادة ما تكون متضاربة ومرهقة، فإن فرض هذه الأدوار على مدى سنوات يؤدي إلى حالة تعرف رمزيا باسم ركبة ربة المنزل، إذ تستخدم الركبة في الهز، ماكينة الحياكة والرفع والقيادة وما إلى ذلك، التي تتلخص أعراضها بإيجاز في الشكوى: أنا متعب. إذا تمكنت ربة المنزل من إيجاد تقدمها الخاص وإيجاد القدر الكافي من الرضا في محبة زوجها وأطفالها، فإنها لن تخدم فحسب، بل ستستمتع أيضاً ب25 عاماً من عمرها، وتذهب بصغارها إلى الكلية وهي تشعر بالوحدة. ولكن من ناحية أخرى، إذا كانت تتحرك بسبب الأب الداخلي الذي بسببه اختارت زوجاً ناقداً ليحاسبها، وبهذا لن تحصل على الرضا الكافي من محبة عائلتها، وتكبر التعاسة أكثر فأكثر. قد تحاول في البداية أن تصبر نفسها بمزايا عبارة لو لم يكن من أجله، بل إن ربة المنزل قد تهرب إليها عندما تسوء الأمور، ولكن سرعان ما تفشل في إبقائها مستمرة. إذن عليها أن تجد مخرجا آخر، وهو لعبة مرهق. فرضية هذه اللعبة بسيطة، فهي توافق على كل الطلبات بل وتطلب المزيد، وتوافق زوجها على انتقاداته وتقبل جميع مطالب أولادها. إذا كان عليها دعوة أحدهم إلى العشاء، فهي تشعر أن عليها أن تتحدث ببراعة وتظهر كسيدة منزل وسيدة على الخدم بارعة ومصممة ديكور داخلي ومتعهدة الطعام وفتاة فاتنة وملكة عذراء ودبلوماسية. كما أنها في الصباح ستتطوع لتخبز كعكة وتصطحب الأطفال إلى طبيب الأسنان. إذا كانت تشعر بالإرهاق، فهي تجعل اليوم أكثر إزعاجاً، ثم في منتصف الظهيرة تنهار بلا مبرر ولا شيء ينجز، فهي تخذل زوجها وأولادها والضيوف، وتوبيخها لذاتها يزيد من بؤسها. بعد حدوث ذلك 2 أو 3 مرات يكون زواجها في خطر، ويشوش الأطفال، وتفقد وزنها، ويكون شعرها غير مرتب، ووجهها مريض، وتجر حذاءها وهي تمشي، ثم تظهر في مكتب الطبيب النفسي على استعداد لدخول المستشفى. عكس الفرضية: التناقض المنطقي بسيط، يمكن للسيدة وايت أن تقوم بكل دور من أدوارها على التوالي خلال الأسبوع، ولكن يجب أن ترفض لعب دورين أو أكثر في وقت واحد. مثلاً، عندما تقيم حفلة كوكتيل تستطيع أن تلعب دور متعهدة الطعام أو دور المربية وليس كلاهما. وإذا كانت تعاني بالفعل من
ركبت ربة المنزل فقد تتمكن من تقييد نفسها بهذه الطريقة، أما إذا كانت تلعب لعبة مرهق بالفعل سيكون من الصعب عليها جدا الالتزام بهذا المبدأ، وفي هذه الحالة سيختار الزوج بعناية، ستختار رجلا حكيما ينتقدها إذا لم تكن كوالدته. في الواقع هي تتزوج تصوراته عن والدته التي كرست داخل ذات الأب فيه، والتي تتشابه عن تصوراتها عن أمها أو جدتها، وبعد العثور على شريك مناسب يمكن للطفل بداخلها أن يستقر الآن في دور المتضايق للحفاظ على اتزانها النفسي الذي لن تتخلى عنه بسهولة. وكلما زادت المسؤولية المهنية التي يتحملها الزوج لهما، كان من السهل لكليهما إيجاد أسباب للبالغ بداخلهما للحفاظ على الجوانب الصحية لعلاقتهما. وعندما يصبح الموقف غير قابل للدفاع عنه غالبا بسبب التدخل المدرسي الرسمي بسبب تعاسة الأبناء، يتم استدعاء الطبيب النفسي، فتصبح اللعبة ثلاثية الأذرع، فالزوج يريد من الطبيب النفسي إصلاح الزوجة، أو الزوجة تريد جعله حليفا معها ضد الزوج. تعتمد الإجراءات التي تلي ذلك هي مهارة الطبيب النفسي ويقظته، وعادة ما تستمر المرحلة الأولى وهي تقليل حدة اكتئاب الزوجة بسلاسة. أما المرحلة الثانية التي تتخلى فيها الزوجة عن لعبة مرهق لصالح لعبة الطبيب النفسي هي المرحلة الحاسمة. هذا يثير معارضة كلا الزوجين، في بعض الأحيان يخفى هذا جيدا، وأحيانا أخرى ينفجر فجأة انفجارا غير متوقع. إذا تزوجت هذه المرحلة فالعمل الحقيقي على تحليل الألعاب يمكن أن يستمر. من الضروري الاعتراف بأن المذنب الحقيقي هو حالة الأب داخل الزوجة متمثلا في صورة أمها أو جدتها، أما الزوج هو إلى حد ما شخصية عادية مختارة للعب دور معين في اللعبة. ليس على الطبيب النفسي أن يبارز الأب، ولا الزوج الذي لديه استثمار كبير للعب حتى النهاية، بل ولا المجتمع أيضا الذي يشجع الزوج على الامتثال والطاعة. بعد أسبوع من نشر مقالة عن الأدوار العديدة التي يجب على ربة المنزل أن تلعبها، هناك مقال كيف أفعل ذلك في صحيفة الأحد، وهو اختبار من 10 بنود ليوضح ما مدى براعتك بصفتك زوجة أما مدبرة منزل. بالنسبة إلى ربة المنزل التي تلعب مرهق، يبدو كلعبة الورقة التي تأتي مع ألعاب الأطفال وتحدد القواعد، وهذا قد يساعد في تطوير لعبة مرهق تطورا سريعا الذي قد ينتهي إذا لم يفحص إلى لعبة مستشفى الحكومة. آخر شيء أريده هو أن يتم إرسالي إلى المستشفى. ومن بين الصعوبات العملية التي يواجهها الزوجان هي أن الزوج يميل إلى تجنب التورط الشخصي في هذه المعاملة بعيداً عن لعب لعبة انظروا إلى مدى صعوبة محاولتي، لأنه عادة ما يكون أكثر انزعاجاً من اهتمامه بالتداخل في المعاملة. بدلاً من ذلك قد يرسل بشكل غير مباشر للمعالج من خلال نوبات الغضب التي يعرف أنها سوف تصل إليه عن طريق الزوجة. لذا فإن لعبة مرهق تتطور بسرعة إلى صراع من الدرجة الثالثة بين الحياة والموت والطلاق. الطبيب النفسي وحده تقريبا على جانب الحياة يساعده البالغ، من جانب المريض المتورط في قتال قد يثبت أنه مميت ضد كل الجوانب الثلاثة للزوج متحالفا مع الأب الطفل الداخلي لها. إنها معركة دراماتيكية مع احتمالات 2-5 التي تختبر مهارة أكثر معالج محترف، فإذا شعر بالجبن سيسلك الطريق السهل ويقدم مريضه إلى مذبحة محكمة الطلاق، وهو ما يعادل قول أنا أستسلم فلنتقاتل أنت وهو.